عندما نتحدث على سفيزة فالذي ذهب منذ أكثر من 4 5 أشهر لا يحق وليست من الرجولة أن نتحدث اليوم على سفيزة. البعض قال لك بأن الرجل أمضى على عقد بدون أهداف. أنا أنتقي مصطلحاتي عندما أتحدث، هؤلاء لم يقولوا الحقيقة. ذلك العقد كان فيه هدف التأهل إلى كأس العالم، مونديال وهو الهدف مونديال 26 وهو الهدف الأسمى. عندما نقول ونحن الإعلاميين ونعي أكثر من غيرنا ثقل المصطلحات ونقول بأن العقد كان خالٍ من أي هدف، نحن لا نقول الحقيقة بكل صراحة. العقد كان فيه هدف أسمى هو التأهل إلى كأس العالم. ربما إذا أردنا أن نناقش ذلك العقد، وهي ليست من مهامنا لأننا لم نكن طرف عندما جلس بالماضي مع رئيس الاتحادية، ولن نكون طرف حتى في المستقبل. لكن فريد، ما هو ردك على الرأي القائل أنه بالماضي وعند تمديد العقد يعني إلى غاية 2026 استغل، يقال، أنا نقول لك ماذا يقال، يقال أنه استغل موقفه ويعني قوته حينها ولم يحدد أو لم يحدد أي أهداف مع في العقد الجديد، فقط التأهل إلى كأس العالم مرة 2026. أخرى، مرة أخرى مضطر أنا للتصحيح. عندما تقول استغل، أنت دخلت في نية الرجل، لا يعلم النيات إلا الله سبحانه وتعالى. أنا نعطي لك وش يعني، لا يجب، نحن أنا نطرح إعلاميون، عليك، أنا نطرح عليك يعني نحن إعلاميين يا عماد. مش أنا اللي راني قال، نتحدث. أنا لم أقل عماد الذي صحيح. قال، أنا واضح. أقول عماد الذي نقل ووظف هذا المصطلح لا يحق لك يا عماد. أنا لا يحق لي أن أقرأ في نية أمين أو خالد أو ناصر. النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نعمل بالملموس. العقد فيه هدف التأهل إلى كأس العالم. لا تقولوا بأن الرجل أمضى على عقد بدون أهداف. ربما البعض كان يريد أن يتحدث، وأنا أعيب ما أقول، الكؤوس الإفريقية، كان يتحدث عندما نمضي أي عقد نضع هدف أسمى وفي الطريق بنود. نضع بنود صحيح. حتى إذا رأى رب العمل بأن أمين مثلا لا يقوم بالعمل الذي أراه من وجهة نظري الخاصة عمل في المستوى، أستطيع أن أعود لتلك البنود وأوقف أمين دون أن يأخذ أي شيء من هذا العقد. هذه حقيقة نعم، لكن أن نقول بأن العقد كان بدون هدف، هذا كلام لا 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 يرتقي ولا يخدم الحقيقه. اعود الى ما كنا نقول. انا اقول دائما عندما راينا ذلك التهييج الجماهيري من قبل البلاطوهات، والكل يعلم بان الهدف وراء ذلك التهييج هو محاوله تقزيم ما قام به جمال بالماضي. جمال بالماضي عندما امضى عقد مع زتشي في 2018 لم يكن هدف كاس افريقيا، رفع كاس افريقيا من الاهداف. لنسأل كيف نتعامل مع ناخب أو مدرب يعني حقق لي هدف لم يكن موجود في العقد. لا ربما كان هذا إلى الكان. هذا يقابل ذلك العقد الذي كان موجود بضرورة الذهاب ربما إلى النصف النهائي وأنا لم أصل إلى النصف النهائي. بين هذا وذاك هناك نقاش، بشرط أن يكون نقاش هادئ. نحن بين الطرفين نحاول أولا أن نقوم بحرب الوكالة، وهذا عيب وليس من مهام الصحفي. دعوكم من الحرب بالوكالات، على الأقل تحدثوا وفق ما تفكرون فيه وليس إرضاء لا بالماضي ولا لوليد صادي. اليوم وليد صادي هو رئيس الفيدرالية ومن حقه أن يفكر في مستقبل الكرة وفي مستقبل المنتخب، ومن الطرف الآخر هناك جمال بالماضي أيضا ناخب وطني قدم ما عليه وأخفق في هذه الدورة، وهو أيضا يمتلك طرح معين لم يفصح عنه إلى حد الآن. نحن كإعلاميين أخفقنا في الاقتراب من وليد صادي وفي الاقتراب من جمال بالماضي، ولا نعلم اليوم ماذا يريد وليد صادي وماذا يريد جمال بالماضي. وذهبنا إلى التعليقات، وأي تعليقات؟ تعليقات إشعال الفتيل، فتيل النار بين الرجلين. هذا هو دور الإعلام، هذا ليس دور الإعلام.